هو حاليا راتب مجلس النواب اعتقد 8 مليون 8 مليون 6 مو 6 دكتور؟ اللي عنده اعداديه ياخذ 6، 4 اسمي واثنين بكالوريوس اغلبهم، بس اللي عنده بكالوريوس وعنده ماجستير 8 والحمايات وتندفع رواتبهم من الدوله، يعني هاي 8 ملايين. بعض النواب يقولون احنا ما تكفينا يعني ال 8 ملايين دينار. 8 ملايين ما تكفي؟ على اساس ما تكفيهم 8 ملايين دينار. وهذا قياسا يخلق نوع من الفوارق الطبقيه يعني بالوظيفه العراقيه، يعني حسب قانون الوظيفه الاستاذ يعرف انه احنا بقانون الخدمه العامه الناس تطالب ب وضع مساواة في سلم الرواتب، يعني تشوفي ليش مثلا موظف هو تعديل سلم رواتب الموظفين صار له 15 سنة ما حد يقرأ، فيجي عضو مجلس النواب يصعد راتبه إلى 17 مليون والموظفين اللي بمجلس النواب يأخذون 30% خطورة، ما أعرف شنو الخطورة اللي بمجلس النواب، شنو من خطورة مجلس النواب ماكو أي خطورة، فالموظف المتعين بوظيفة بسيطة يأخذ 300 ألف دينار وموظف بمجلس النواب يأخذ 3 مليون أو 4 مليون. قانونيا شلون نقدر نقرأ هذا الفرق؟ هذا يسمونه غياب للعدالة الاجتماعية، يعني حتى المرجعية الدينية حذرت الطبقة السياسية بأكثر من خطبة في يوم الجمعة، وخصوصا يعني المتحدث باسم المرجعية على لسان السيد أحمد الصافي حذر الطبقة السياسية من خلق هاي الفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع، وغياب العدالة الاجتماعية يعني موظف يأخذ 300 ألف موظف. هل من الممكن لهذا الموظف اللي يأخذ 300 ألف أن يطعن؟ أن يروح للمحكمة يقول لهم يابا أنا دعاني من انعدام العدالة الاجتماعية؟ هو الوضع بالعراق أنه الطبقة السياسية هي تمتلك القرار السياسي وبالتالي اطمعن. إيه بس مو القرار التشريعي استاذ صفاء. نعم هو هم مجلس النواب يعني هم السلطة التشريعية هم اللي يشرعون القوانين. زين. السلطة بيدهم يعني هم من يشرعون القوانين، احنا ما نملك انه كإعلام منظمات مجتمع مدني او مواطنين عاديين ما نملك غير انه نروح للمحكمة الاتحادية نطعن بهذه القرارات ونبقى ننتظر قرار المحكمة الاتحادية.